عسلامة، الناس كل ان شاء الله تكونوا بخير. باش نكملوا مع بعضنا في التسليح نتاع البروبلمز نتاع الكونتيست اللي حاطينه في السيجمنت 3. دونك كيف العادة نقعد ديما نعاود، ما تصدموش تخدموا في لي بروبليم غير ما تفهموا الكونسيبت، خاطر السيجمنت 3 فما حاجات تيوريك لازمك تفهمهم كيفاش تخدم السيجمنت 3 باش نجم بعد تخدم البروبلمز تاعها. دونك جو فوز انفيت على الاخر انكم تخدموا ولا تشوفوا السيسيون اللي عملها مهدي، ادفانسد داتا ستراكشر سيجمنت 3، تفرجوا فيها تفهموها بالكدا، ومن بعد تفرجوا في الكوريجين تاع البروبليم اللي صلحته انا اخر مره اسمه ماكسيموم سوم. دونك هذه الفيديو تلقاو اللينك في الديسكريبسيون، تلقاو السوليسيون في الجيت هاب، وتلقاو الشيت اللي في وسطه اسامي لي بروبليم الكل ولي لي سوليسيون تاعهم في الجيت هاب. به دونك البروبليم تاع اليوم اسمه براكت، اقرب لكدا لنصي، حاولوا فيه وحلو بيان سور بعد ما تكونوا تفرجتوا في سيجمنت 3، وحاولوا تلقاو الميرج سولوشن خاطر فينالمون في السيجمنت 3 البيلد والابديت هما بيدهم، الحاجه الوحيده اللي تبدل هي كيفاش باش تمرج لي دو سوليسيون تاعك. به جاني فيدباك لان نزرب شويه في التفسير تاع البروبليم، مي راني انا نعمل على انكم انتم قريتوا لي نونسي وحاولتوا فيه، معناها بالحق ما تجيش باش تفرش فيديو باش تفسر لك انا البروبليم اون ديتاي، نفسر لك جروسو مودو البروبليم اش فيه، يعني مش باش نقرا لك هذايا الكل، معناها فهمت وكذا الكل باش تقراه انت وحدك باش تحاول فيه، و جو سيبوز لي انت تبلوكيت ديجا وحاولت فهمت. به رغم ذاك ميساج باش ندخل شويه في الديتاي في التصليح نبدا مع بعضنا. به دونك لي نونسي سني باش يقولك باش يعطيك شين دو كاركتير في وسطها دي بارونتيز محلولين ومسكرين، ومن بعد يقولك رجع لي اسكو الاكسبريسيون هذيا صحيحه ولا غلطه. اش معناها صحيحه؟ معناها البارونتيز هذيا كي تحل وهذيا كي تحل، جاي البارونتيز هذا سكر البارتي هذي، من بعد هذا تحل تسكر، هذوما زوز مسكرين، وهذا اللي الاولاني بالكل كي تحل سكرناه بهذايا. دونك النومبر تاع لي بارونتيز محلولين قد المسكرين، وعمرك ما تخلط في ستاد في وسط الترويج نتاعك تلقى اللي سكروا اكثر من اللي حلوا، ما نجمش تلقى زوز يحلوا وثلاثه يسكروا، وقتها تولي التسكيره الثالثه تابعه شكون بالضبط تولي مشكله فهمت. دونك ما عادش فاليد. به بروبليم هذايا السوليسيون نتاعو تريفيال على الاخر، انه باش تحط كونتور، الكونتور هذا كيف تلقى بارونتيز محلول تزيد بلس 1، وكي تلقى بارونتيز مسكر تنحي 1. اون ديري باش تقارن قداش من بارونتيز محلول وقداش بارونتيز مسكر. به اذا لازم الكاونتر على طول ما انت تدور بها في وسط الشين تكون ستريكتومون بوزيتيف او ايغال ا زيرو. اش معناها؟ معناها اذا ولات نيجاتيف رانا خلطنا في فاز انه المسكرين اكثر من المحلولين، اللي هي ما تجيش، ما تنجمش زوز محلولين وثلاثه مسكرين، وفي الاخر بالكل كي توصل الفان تاعها لازم تكون ايجال زيرو. زيرو معناها قد المسكرين قد المحلولين على طول الشين دو كاركتير نتاعك. اوكي هذه القاعده، معناها هذه هي السوليسيون البديهيه اللي الناس الكل باش تفيق بها. ناخذ اكزامبل من الاول، الكاونتر نتاعي في زيرو، دونك انا باش نباركوري الشين اليمو بار اليمو، الاولاني بارونتيز محلوله دونك باش نحطو بلس 1 دونك 0 بلس 1 1، الثاني بارونتيز محلوله تولي 2، بارونتيز مسكره وترجع 1. اش معناها هي ترجع 1 ريالمون؟ ريت هذيا المحلوله كيف لقينا واحده مسكره اون ديري فسخناها جمله واحده، ولينا ما عادش نشوفوا فيها، ولينا نشوفوا كان في اللي قبلها. توا بارونتيز محلوله ولا زوز محلولين اللي هما هذي وهذي، هذا احسبوا مادام لقينا شكون سكروا هذا احسبوا طار، هذوما زوز احسبهم طاروا. دونك زوز محلولين اللي هما هذم الزوز، باش نلقاو واحد يسكر باش نطيروا كعبه من المحلولين، تقعد لنا كعبه بركه محلوله اللي هي الاولانيه بالكل، باش نلقاو واحد يسكر نسكروا به الاولى كاللي قاعدة هذيك، ويقعد لنا زيرو محلول. دونك ات ذا اند لقينا زيرو، دونك الريبونس تاعي راهي ترو. اذا مثلا الاخرانيه كانت محلوله، التوتال تاع المحلولين قداش؟ كعبه محلوله 2 3 4، 4 محلولين والمسكرين كعبتين، دونك 4 موان 2 2، دونك في الاخر كملت الشين تاعك بكعبتين محلولين، اللي هما هذوما زوز طايروا بعضهم، هذوما زوز طايروا بعضهم، قعدت الاولانيه والاخرانيه. دونك هذه غلط. به دونك فين المو باش نلخصو؟ اذا عندك كعبة تحل باش تعمل واحد بزيد واحد، كعبة تسكر باش نقص واحد. دونك اذا الكاونتر يقال زيرو اون ديري البارتي اللي قبلها الكلها ما عادش حاجتك بها، طارت ما عادش تشوف فيها فهمت. وهذا البرانسيب باش يخلينا نمرجيو. من بعد علاش بديت بالسوليسيون هذايا؟ خاطر هذا البرانسيب باش يخلينا نمرجيو. سي اول حاجه علاش نحكيو على السيجمنتري؟ علاش ما نخدموش السوليسيون هذايا؟ هاي جوابه، ما نخدموش السوليسيون هذايا خاطر تو سامبلومون كي تشوف الكومبلكسيتي اش قالك؟ قالك نعطيك 10 تيستوات، واضح؟ دونك عندك 10
تيست ويت، وكل تيست يعطيك شين طول تاعها ان، دونك مش باركوري اليمو بار اليمو. ساعة لحظة بعد العشرة تستويت مش هتيك ام اللي هي لي زوبيراسيون تاعك، دونك عندك 10 فوا ام، و بور شاك ام باش تمشي تباركوري الان كيما كنا نشوفو في اليمو بار اليمو وتحسب الكاونتر، دونك عندك 10 فوا ان فوا ام، هذه جرون تو دو 10 فوا ام فوا ان. باهي انا ما جربتش بعث السوليسيون هذيك، مي حسب نشوف في لي كومونتير برشا جاهم تيالو هايك تايم ليميت اكسيدد، هذا جه تي لو في واحد اخر جه تي لو، واضح؟ دونك ديجا السوليسيون هذيا ما تتعداش. به في الكومبلكسيتي تو تو العشرة هذيك فيكس ما نجموش نمسوها، الام هذيك فيكس ما نجموش نمسوها، علاش نجمو نلعبو؟ نجمو نلعبو كان على الان، دونك الان ابريوري نجمو نردوها لوك دو ان، وذي معظم لي كا كيفاش لازم توبتيميزي، دونك من الان نردوها لوك دو ان، ولهنا سيجمنت تري جي في مخخنا في اللوك دو ان، كيما زاد الباينري سيرش ولا الباينري ولا البالانسد باينري سيرش تري جي في مخخنا زاد. به دونك هذايا ديجا تعطيك انديس شنو هي باش تخدم بالضبط، كي تخمم بالباينري سيرش ماكش باش تلقى السوليسيون. ولهنا تحس لي هو كيف تشوف السوليسيون الاولانيه بالكل اللي عملتها انا تحسو بروبليم دو ميرج، معناها كي يبدا عندك كعبتين مع بعضهم كي تمرجيهم يعطيوك حاجه اخرى، سواء يتنحاو جمله واحده سواء يقعدوا كان على اليمين ولا كان اللي على اليسار، دونك تعطيك اكثر امبريسيون اللي هو بروبليم سيجمنتري. ما نعرفش كان هكا واضحه ولا لا، خاطر جاني ديما الفيدباك اللي انا نمشي ديريكت للسوليسيون ما نفسرش علاش خممت فيها. دونك خممت فيها خاطر اول حاجه نبجل السوليسيون تاع البروت فورس، ولهنا واضح اللي فما ميرج، معناها كي ناخذ اكسبريسيون اكسبريسيون واحده اخرى نجم نخرج باكسبريسيون جديده. يعني مثلا اجي ناخذ اكزامبل، اذا عندي ثلاثه يحلوا وعندي زوز يسكروا، هذه باش طاير هذه ولا لا، وهذه باش طاير هذه، دونك انا مرجيت هذه مع هذه خرجت بارونتيز محلوله كهو، واضح؟ واضح ولا لا؟ هذا مبدل الكولور كان ضيعتوني، هذه مسكره لازم نطير المحلوله اللي حلتها، وهذه محلوله وهذه المسكره اللي مقابلتها، دونك فينالمون كي مرجيت هذا مع هذا خرجت بارونتيز محلول خاطر ذوما طايروا بعضهم. دونك هذه الفكره يمين ويسار يبرجيو سوليسيون بارونت، واضح لحد لهنا نتصور فسرت على الاخر الحق. باه تو باش تعداو للسيجمنتري، دونك عندي الاكسبرسيون هذايا دو بارونتيز محلولين دو بارونتيز مسكرين، كي مش حطوهم مفرعين كل وحده وحدها باش نمرجيو زوز المحلولين، دونك هذايا محلوله وهذايا محلوله باش نمرجيوهم مع بعضهم يعطيني زوز محلولين، وهذوما زوز مسكرين مرجيوهم مع بعضهم يعطيني زوز مسكرين، كي نمرجي زوز المحلولين مع زوز مسكرين يعطيوني زوز محلولين وبعدهم زوز مسكرين، واضح؟ حد لهنا متفاهمين؟ باهي إذا تو كلهم محلولين كي نمرجيهم باش يعطيوني أربع محلولين اللي هي ماهيش إكسبريسيون فاليد، واضح؟ باهي تو كيفاش باش نردوها سيجمنتري وكيفاش باش يصير الميرج أون جينيرال؟ لهنا باش نرجع نخمم في نفس البرانسيب نتاع الأوبنينغ والكلوزينغ ولا الأوبند بارونتيز والكلوزد بارونتيز. باهي دوك لهنا في كل مره باش نشوف قداش عندي اوبند وقداش عندي كلوزد، اذا خلطنا الكلوزد نيجاتيف سامحوني اذا خلطنا الاوبند نيجاتيف اللي هو الكاونتر هذاك والكلوزينغ اكبر من الاوبننج راه فما مشكله، راه مع الاكسبريسيون ماهيش فاليد، سينو جاونا به قاعدين نقدم. دونك تحط في مخاخكم الستركتور نتاع النود فيها الاوبننج وفيها الكلوزينغ، اوكي؟ به ايش نشوفوا هذايا، هذايا فيها بارونتيز محلول دونك الاوبننج 1 والكلوزينغ 0، واضح؟ هذا فيها بارونتيز مسكر دونك الاوبننج 0 ما عنديش بارونتيز محلول، والكلوزينغ 1 عندي بارونتيز يسكر، واضح؟ باهي طب باش نمرجوه مع بعضهم، بارونتيز محلول مع بارونتيز مسكر شنو يعطيو؟ يعطيو حاجة تتنحى، يعطيو اكسبريسيون فاليد، دونك نجمو نطيروها جملة واحدة، واضح؟ اش بيعطيو؟ الاوبننج نتاع اليسار اللي هو كعبة، كي نحي منه الكلوزينغ تاع اليمين هي كعب ام موانز ان زيرو، دونك هذه الاكسبرسيون هذيا نجمو نطيروها كاريمو ونرجعو الاكسبرسيون تاعنا فارغه، هذاك البرانسيب كنت نحكي فيه بكريك. باهي كيف كيف دونك اليمين واليسار نفس الاكسبرسيون، دونك هذه بدها زيرو زيرو باش تمرجي زيرو زيرو، تاو هذه ما فيها شيء خاطر فاليد، وهذه ما فيها شيء خاطر فاليد، هذه باش ترجع لي زيرو زيرو اللي هي هي الشكل نتاعها هكا، مي هذم كان باش نطير هذوما مع بعضهم وهذوما مع بعضهم باش تلقى روحي ما عندي حتى شيء، دونك اذا خلطت الزيرو زيرو في الاخر راه الاكسبريسيون تاعي فاليد، هذه القاعده. ب
اجا خلينا نشوفوا توا اشكال الميرج الموجودين عندنا، باش نعطيكم كات كا بوسيبل ما فماش كا وحيد اخرين. اول حاجه باش نحنا ديما نفسخوا، نرجع بكم لهنا، نحنا كي ندخلوا في اكسبريسيون ندخلوا فيها اوبننج وكلوزينج، بعد ما نعملوا التصفيه نتاعنا كلوزينج يطير اوبننج، ديما باش نخرج بتيب بركه، يا محلول يا مسكر. اذا ندخل هكا باش هذا باش يصير هذا، باش نخرج بكعبه محلوله. اذا ندخل بكعبه محلوله وكعبتين مسكرين، هذا باش يصير هذا، باش نخرج بكعبه مسكره. عمري ما باش نلقى روحي في بير زوز فيه ماهوش نول، لازم واحده فيهم زيرو. هذه اول اوبسرفاسيون تفيق بها، واضح؟ واحده فيهم زيرو، به واحده فيهم زيرو. اش معناها؟ معناها كي ناخذ اكزامبل، ناخذ لي زيكزامبل الكل، دونك باش نلقى روحي في كالولاني اللي هو عندي جماعه محلولين في اليسار وجماعه مسكرين في اليمين، عندي كعبتين محلوله في اليسار وعندي كعبه مسكره في اليمين. كيف نمرجيهم باش نزيح في الفورمه ذي؟ زوز محلولين وكعبه مسكر، اللي هما زوز محلولين اثنين وكعبه مسكره واحده. ما احنا قلنا باش نصفيهم تو، دونك الكعبه المسكره هذه باش تطير الكعبه المحلوله الثانيه، باش نقارو احنا بكعبه بركه محلوله اللي هي ان زيرو. هكا ولا به؟ شنو الفورمول؟ اذا الاوبننج اللي على اليسار اكبر من الكلوزنج اللي على اليمين، دونك الاوبننج نتاع البارون اللي هو هذا باش يكون الديفيرونس ما بيناتهم اللي هي 2 موانز 1، دونك الاوبننج اللي على اليسار الا الكلوزنج اللي على اليمين، واضح؟ اللي هي 2 موانز 1 ايجال 1. مش نحنا قلنا اللي تونك واحده فيهم ماهيش نيور راهي الاخرى زيرو، دونك كان نزيدو معاها رايت بوان اوبننج اللي هي ذي رايت بوان اوبننج اللي هي زيرو، دونك مادام احنا عندنا كلوزنج راهي الاوبننج اوتوماتيكمون صفر، ما عادو ما يبدل، دونك نزيدوها الرايت بوان اوبننج. خلينا احنا متاكدين اللي هي صفر لهنا، مي تو بعد نفهم على زدتها خليها لهنا موجود. توا الكلوزينغ هو تو سامبلومون زيرو خاطر الاوبننج اكبر من الكلوزينغ، دونك باش نصفي مع بعض باش نلقى في الاخر عندي اوبننج مازلت موجوده كعبه ولا زوز، والكلوزينغ كل طارو، واضح؟ ونعرفوا نحنا اللي ليفت بوان اوبننج بوزيتيف هكا ولا، دونك اوتوماتيكمون ليفت بوان كلوزينغ ايجال زيرو اللي هي صفر هذي، خاطر ما نجمش يكون عندك اوبننج وكلوزينغ مع بعضهم. كان لو حلت وقف الفيديو اعمل بوز، خذ ورقه وستيلو وتبعني، معناها كي نكتب انا حاجه ديبوغيها بورقه وستيلو سينو باش نفوتك راني، واضح؟ هذاك علاش ما عملتش لي لايف، راني نحب نخدم هكا باش تنجم توقف الفيديو وتنجم تتبعني. هي الكلوزينغ زيرو ولا لا؟ كي نحطو نحنا ليفت بوان كلوزينغ اللي هي ليفت بوان كلوزينغ اللي هي ديجا زيرو، وندير ما حطينا حتى شيء، زيرو يقال زيرو. نوريكم بعد علاش حطينا هذوما. الكا الثاني تو الاوبننج اصغر من الكلوزينغ، دونك كي نعملو ميرج باش نلقاو كعبه اوبننج وزوز كلوزينغ، الاوبننج ستاير الكلوزنج باش نلقاو احنا بكعبه كلوزنج اللي هي 0 1. ديما قلت لكم عندنا 0 ديما نصفيه ونقعدوا ب 0 به. تو اذا الاوبننج اصغر من الكلوزنج تو سامبلومون الاوبننج باش يكون زيرو خاطر الاوبننج ماش عندي حتى كعب، وكيما قلنا الرايت بوان اوبننج باش تكون صفر، دونك نجم نحطو رايت بوان اوبننج. خذوها كيما هكا، نجم نكون بلفت فيكم شويه في التفسير، اما تفهموا علاش قاعد نحط في رايت بوان اوبننج مش زيرو ديريكتومون. نجم نحط زيرو لهنا وتبدا صحيحة راهو، في الكاذي تحط زيرو والكاذي قبلها تحط زيرو، جاوك بيها على الاخر. باهي توا الديفيرونس بين الاوبننج والكلوزينغ 1 موان 2 اللي هي موان 1، دونك نعمل موان ديفيرونس ولا نعمل جوست رايت بوان كلوزينغ الا ليفت بوان اوبننج كيما تحبوا انتوما. نقل 1 علاش تو نزيد في الرايت بوان كلوزينغ؟ هي ديجا رايت بوان كلوزينغ زيرو اهاي، زيدها مثال زيرو بلس زيرو تقعد ديما 1 بلس 0 تقعد ديما 1، تنفهموا علاش. توا باش نجيو علاش قاعد نزيد فك لي زيليمون هذوك، علاش؟ خاطر نجم نجي في كا في اليمين عندي كلوزنج وفي اليسار عندي كلوزنج، ولا في اليمين عندي رايتنج اوبننج وفي في اليسار عندي اوبننج، زوز عندي فيهم نفس التيب، دونك زوز اوبننج على اليمين وزوز ثلاثة اوبننج على اليسار ولا العكس، يعطيوني خمسة اوبننج. دونك لهنا اذا الاوبننج اكبر من الكلوزنج، واضح؟ نطبقوا الفورمول تاع بكريكا اللي قلت لكم زيدوا فيها الرايت رغم اللي هو صفر، الليفت بوان اوبننج خمسة سامحوني اثنين هكا ولا لا، كي تنحي منه الرايت بوان كلوزينغ ما عندي حتى كلوزينغ، دونك 2 موان 0 تقعد 2. بار كونتر لهنا لازمني نزيد الرايت بوان اوبننج اللي هما ثلاثة، دونك بكري ايجال 0 ما عندها حتى امباكت. بار كونتر لهنا هذه باش تولي 0 الرايت بوان كلوزينغ اللي هي نجم نطيروها لهنا، لكن باش نعمل اكسبريسيون جينيريك تخدم على الكل، ما نقعدش نعمل اف كذا وكذا اف كذا وكذا اف كذا وكذا، نحاول نلقى فورمول تتماشى مع البزوان تاعي. دونك كان هذا صعيب عليكم
اعملوا اف هذه زيرو اعمل هكا، اف هذه زيرو اعمل هكا. اما هكا فورمول حلوه شويه فيها شويه تكنيك، وقف الفيديو ورقه وسيلو تتاكد من الفورمولا هذيك صحيح. دونك شنو نعملوا فينالمون؟ 2 موان 0 اللي هي 2 بلس 3 اللي هي 5، دونك 5. وبالنسبه للكلوزينغ توا هي 0 ولا لا؟ انا حطيت رايت بوان كلوزينغ، هاي رايت بوان كلوزينغ اللي هي 0 راهو. توا بعد نفهم علاش حطيتها. توا الكا الاخراني هما الكلهم يسكروا، دونك ساعتين 0 5. دونك لهنا الاوبننغ اصغر من الكلوزينغ، دونك الاوبننغ باش يكون 0. مش بكري احنا قلنا الرايت بوان اوبننغ حطيناه وكهو، مازلنا كي حاطينها اتجاه تاو هاكا زيرو، واضح؟ دوك حطوا الرايت بوان اوبننج على رواحنا اللي هو زيرو، ما عنده حتى قيمة، لكن عنده قيمة وقت اللي لقينا رواحنا لهنا هو ماهوش نول. بالنسبة للكلوزينغ تاو دوك عندنا ديفيرونس، هي مش ديفيرونس، دوك ديفيرونس هي زيرو موان تروا اللي هي موان تروا، نحطوا موان قدامها تولي بلوس تروا. وعلاش زدنا تاو الرايت بوان كلوزينغ اللي بكري قلت لكم حطوها زيرو ما عندها حتى وراها عندها امبورتونس؟ الرايت بوان كلوزينغ دو لهنا، سامحوني 3 لهنا، شوفوا فيها سامحوني هذه فما غلطه لهنا، بدي نقول لك شنو الغلطه. دونك الكلوزينغ هو ليفت بوان اوبننج اللي هي 0 موان رايت بوان كلوزينغ اللي هي 3، وهذه سامحوني ليفت بوان كلوزينغ، هذه مش رايت هذه ليفت. دونك كي نعملوا نحن ثلاثه كهو نقص الزوز، دونك لهنا لازم نعمل رايت بوان كلوزينغ. باش نلخص عليكم، وقفوا الفيديو وحطوا ورقه وستيل وعادوا افهموا اللي كنت نحكي فيه هكا شويه شويه اكزيكوتيف على ما تفهموا اللي هو صحيح. دونك اذا الاوبننج اذا اليسار عنده اكثر دي بارونتيز اوفرونت، دونك ريزولتا هو نمبر دو بارونتيز المحلولين الا المسكرين نتاع اليسار، ونزيدوا لهم لي بارونتيز المحلولين نتاع اليمين. اوكي سينو الكلوزينغ هو الكلوزينغ نتاع اليمين، كنت نفسر فيهم كيف كيف الفورمولا هذيا، دونك كنت نفسر فيها ما نحبش نزيد نمهمشكم شوي. دونك هذوما لي دو فورمول، تو ما بقى كان باش نتعداو للكود. دونك الكود نتاعنا سامبل على الاخر، هذا الكل كيما هو الانت ان الفوقانيه تي، هذا التري نتاعنا باش تولي فيها نود، ما عادش تري دو اونتي خاطر باش نخبيو دو زيليمون. دونك شي باش يكون فيها النود نتاعي، شي يكون فيها دونك ستراكت نود، باش يكون فيها دو زونتي، لونتي الاولاني اللي هو اوبنت اوبنت، واللونتي الثاني اللي هو كلوزد. اوكي دونك لازمنا كونستركتور بار ديفو، سينو ماهيش باش تمشي سوليسيون، باش يقول لك ما تنجمش تعمل تري دو نود وما عندكش فالور بار ديفو يا خوها النود. دونك باش نحط له الاوبنت ايكال زيرو، وباش نحط له الكلوزد ايكال زيرو. بي تو باش نعمل كونستركتور ياخد دي ساتريبي باش انا نستعملو. دونك باش نعملو انت او اوبنت و انت سي كلوزد، دونك اوبنت ايكال او كلوزد ايكال سي. اوكي بي هذايا النود نتاعي صنعتها. توا باش نصنع الفونكسيون ميرج، واضح؟ الفونكسيون ميرج شنو باش ترجعلي؟ باش ترجعلي نود بيان سور. فونكسيون ميرج باش تاخو دو نود، باش نعديهم بار ريفيرونس باش ما يخرجش كل مرة كوبي، نود A و نود B. بي دونك النود نتاعي انيسيالمون شنيا فيه؟ فيها كان لي دو زيليمون اللي نجمو يجيو صفرات ولا نجمو يجيو انات. باش نحط فيه رايت بوان اوبنت، ارجع شوف الفورمول كان ماكمش تفهمو فيا وديبوغي وحدة وحدة، خوضو ورقة وستيلو وتو تفضو اموركم بالقدا. بوينا لحظة برك خنسميهم ليفت و رايت باش منضيعش انا. ليفت و رايت دونك رايت بوان اوبنت، ليمين بوان اوبنت، هذوما نستحقوهم وقت اللي يبداو في نفس ال يا زوز ليمي يا زوز با اوفرونت يا زوز فيرمونت، سينو يوليو صفرات ما عندهم حتى امباكت، واضح؟ دونك ليفت بوان كلوزد هذي الاولاني. تو باش نحسب الديفيرونس، دونك الديفيرونس هي ليفت بوان اوبنت موان رايت بوان كلوزد. اوكي اذا ديفيرونس بوزيتيف النود بوان اوبنت المحلولين باش نزيدوها ديفيرونس بلوس ايكال ديفيرونس، ايلس تاو النود بوان كلوزد باش نقصو منها ديفيرونس، وفينالمون باش نرجعو النود. اوكي متفاهمين؟ باهي تاو الفونكسيون بيلد نتاعنا،
باهي البيل شنيا فيه؟ هذا كنت تفسر فيه باش نعاود نرجع نفسره ما يسالش. شقلنا نحن؟ قلنا ليليمو باش نخلطو في الاخر، لكن ليليمو اللي يبدا الان دي ايجال ان اس، معناها ليليمو في كعبه برك. ليليمو هذايا ديما ساقا في كعبه برك، يا واحده محلوله يا واحده مسكر. اذا في كعبه محلوله راهو ان زيرو، اذا في كعبه مسكره راهو زيرو ان. واضح؟ هذه هي الحكايه الكل. نرجعوا للكود. دونك 3 دو اي دي ايجال نود جديده. بالنسبه للاوبنت تاو جوست باش نحط له اس دو ان اس ايجال بارونتيز محلوله. لهنا اش باش تعمل؟ كي تقارنهم ذي بوليان، بوليان مش ان ولا زيرو، اذا يلقاها ايجال بارونتيز محلول باش يرجع ان، نجم يكونفرتي اونتي ويقعد ان. اذا ما يلقاهوش كيف باش يحطها زيرو. دونك هذه هي الحكايه الكل. نجم تعمل اف راهو اف اس دو ان اس ايجال بارونتيز محلول حط ان زيرو، اس حط زيرو ان كيما تحبوا انتم. مي هذايا انظف واذكى معناه. هذايا بارونتيز مسكره فات الحكايه الكل. مش قعدت تو قعد الابديت. باهي بالنسبه للابديت تو دونك باش ما نصعبوهاش باش نعملو شار نحطو فيه الانفيرس. دونك اذا اس دو ان اس ايجال بارونتيز محلول راهو الانفيرس نتاعو بارونتيز مسكر، متفاهمي؟ ايلس تو اذا هو بارونتيز مسكر راهو الانفيرس نتاعو بارونتيز محلول، وفات الحكايه الكل. اذا اون فوا لقينا البارونتيز باش نبدا تيو ا دو ان اس نحطوها الانفيرس، وباش ناخذ نفسك الفورميل الفوقاني نحطوها كيما هاي باش نبدا تيو 3 وفات الحكاية. باه فينالمون شنو باش يرجعنا الريزولتا هذايا؟ دونك وقتاش 3 نتاعنا صحيح؟ وقت اللي في 3 دو 0 اللي هو الروت الفوقاني بالكل، الكلوزت قد الاوبنت ايجال 0 وفات الحكاية الكل. دونك تلقاو الكود في الجيت هاب شباب، هاو الكود تلقاو اللين في الديسكريبسيون، سبميتيو تو يرجع لكم يس. شرط تكون عجبتكم الفيديو، شرط تكون استفدتوا منها. الكونسيبت هذا يتسمى افونسي شويه، دونك ورقه وستيلو، بالله ورقه وستيلو، ما تبداوش تتبعوا فيا هكاكا. وتفرجوا في الفيديو نتاع مهدي، وتفرجوا في الفيديو نتاعي انا الثاني هل فيها البروبليم الاولاني باش تتمكنوا شويه من الكونسيبت. سينو باش تضيعوا. دونك نحب نقول لكم اللي البروبليم سولفينغ لازم تكبش فيه، معناها بالحق فما فاز معينه باش تحس اللي هو صعيب، لازمك تكبش بيديك وساقيك. و فما يوتيوبر معروف منعرفش ننطق اسمه الحق، اريشتو ولا اريختو، كل واحد كيفاش ينطقها، ما يقول لك تبدا مازلت في البدايات نتاعك. خذ قاعده صغيره على الاخر، بروبليم ما فهمتوش 40 دقيقه شوف الكوريجي. لازمك من الاول في ظرف 4 3 سنين باش تحاول تشوف لي تكنيك ماكسيموم بوسيبل، مثلا كيما السيجمنت 3 اذا ما تعرفهاش مش كانت تكسر راسك الصبيح نجم تخدم البروبليم. دونك ما تحلش في بروبليم، قدم قدم قدم، وبعد مدة معينة تولي عندك اون سيرتين باز، ولي تحدى روحك تقول اي ما عادش باش نخدم بك الطريقة نتاع 40 دقيقة، باش نولي نروح حتى نهار ونهارين. واضح؟ دونك اخدموا على بعضو حتى لين تعلموا ماكسيموم دو تكنيك. كيما السيجمنت 3 تو مثلا تبعوني اكثر من اللي تحاولوا تكسروا روسكم وحدكم. كي نخدموا 5 6 بروبليم وقتها قول اي عندي الباز توا ما عادش باش نولي نشوف الكوريجي ديريكشن، نولي نكسر في راسي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في فيديو اخرى، بارتاجوه مع اصحابكم وعلى خير.